نشر المزيد إن شاء الله. أجواء كأس العالم تقترب، أجواء كبيرة في ليفركوزن في الأرينا، الجمهور كامل العدد. من الجميل طبعا مشاهدة منتخبنا عربيا وراية التحريض بملاعب العالم في ألمانيا، بالذات مع منتخب ألمانيا بطل العالم الذي اختار أن يلعب هذه المباراة الأخيرة على أرضه قبل الانطلاق إلى روسيا 2018. طبعا ضمن نطاق المنتخب الألماني نجد أيضا ميروسلاف كلوزا الهداف القياسي لكأس العالم 16 هدفا في كل البطولات. القائد هو مانويل ناير الحارس القدير للمنتخب الألماني. إذن سنذهب بكم الآن إلى ملعب المباراة لنتابع الشوط الأول بين منتخبي ألمانيا والمملكة العربية السعودية انطلاقا من الساعة 8:30 بالضبط في ليفركوزن. إلى الزميل يوسف سيف معلق المباراة، متابعة طيبة. شكرا للزميل أيمن جادة. سيداتي آنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، مشاهدي قنوات بي إن سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. العملاق الألماني يظهر أمامك على الشاشة العائد من الإصابة الطويلة نوير، ويظهر بالمقابل أسامة هساوي قائد الأخضر السعودي. والمباراة الودية الدقائق التي راح نقضيها مع المنتخبين بالمحاولة، هذه المباراة اللي تطلع فيه كبير الحقيقة، وفي ألمانيا. لذلك يعني الألمان يحاولون بمحاولة المنتخب السعودي، ولكن له المشاركة في بطولة كأس العالم. لذلك هذا الجيل هي المقابلة الثالثة أيضا في تاريخ لقاءات الفريقين الألماني والسعودي على الأراضي الألمانية. بطلة العالم، الكرة في غاية الخطورة، تنحط في الجول، جول فيرنر، فيرنر رقم 9. والدقيقة لم تصل لغاية الآن إلى الدقيقة 9، المنتخب الألماني أمامك يسجل الهدف الأول بواسطة فيرنر. فيرنر يتقدم ويسجل الهدف الأول. هدريوس اللاعب الذي لم يكن في البرازيل، فيرنر لم يكن في البرازيل، لكن لاحظ الكرة اللي تحولت بهذا الشكل، نقلة جميلة. تدمون بعض اللاعبين اللي الليغا في أسفانيا من ضمنهم هذا اللاعب، الكرة في غاية الخطورة تمر وتصل إلى أصبحت لمصلحة المنتخب السعودي. يتقدم بالمقابل سلمان الفرج في الجهة اليسرى. هنا الحقيقة أمامك للألمان وكذلك للسعوديين، وبتقدم بهذا الشكل. لاحظ معي التسديدة الحاضرة بالمنتخب السعودي، هذا مدرب المنتخب الألماني بالخبرة وما يلعب في بايرن ميونخ. التسديدة والقائمة الأخيرة، وفي مدينة ألمانية، وهي المباراة التحضيرية على أي فريق أن يأتي إلى ألمانيا أن يور. لعب كولن 37 مباراة دولية، لاعب يوفنتوس، لاعب ريال سابقا، لاعب الخبرة الكبير، أي مدرب في العالم يعني. لاعبين يعني من حيث القوة الجسمانية ومن حيث الطول أكبر. لاحظ الطول اللي يتمتع فيه نوير العائد حتى على الشاشة. كرة خطيرة أخرى اعتيادية للألمان، وتقدم مدافع المتفرج، خطيرة للألمان. لعبت بعدها مدافع المنتخب السعودي، ونتيجة 1-0. الصيف يكون جيد هنا بيتسي، ليست لكن في محاولتين بالمقابل لمصلحة المنتخب السعودي. هنا راية مرفعة، هدف ملغي الحين، لكن يعني كما ذكرت الألمان ما راح يهدؤون على الإطلاق. حكم المباراة منتخب السعودي، وصلت إلى الحربي الكرة السريعة. شوف
بهذا الشكل. فان يمكن هالمرة ما تدري كرة خطيرة مشروع تسجيل الجول الثاني في هذا الكون احمله هذا اللاعب سجل الأغلى الأثمن لصول عربية اللي هو وتسبب في أنه يأكل جول عندئذ راح يتحبط سريعة 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 النية جيدة لكن التطبيق ما كان جيد. النية جيدة لأن اللاعب اللي أمامك الشهراني لاعب الهلال اللي تقدم ثالث في ثلاث أربع محاولات لمصلحة المنتخب الألماني مستمرة عند ريوس يلعبها التسديدة في يعني بمساعدة عبد الله المعيوف والقائم. شوف أولا عبد الله المعيوف بشكل جميل نقل الكرة وبالتالي كانت خطأ بطولة بعد ذلك محاولة الألمان الكرة الخطيرة جدا تحولت يمكن تكون إلى الألمان ما تنتهي عند دقيقة 41 ماتت 1-0 تبدو جيدة للمنتخب السعودي لكمك لمصلحة المنتخب السعودي. أكو قدامك يعني أوزيل في الجهات اليمنى في غاية الخطورة لمصلحة المنتخب السعودي لعب الله حلوة أنت لاعب الاتحاد كرة جميلة تحولت بهذا الشكل تسديدة إذا مبمسي مثلا وربعة إذا ودي تحولت في الجهة اليسرى لازالت حاضرة الكرة الخطيرة جدا ولكن يتقدم المدافع وأعتقد إنه المسة المولد وبالتالي تضيع على المنتخب السعودي. محاولات 63 مباراة دولية ما بين كرة تحولت في الجهة اليسرى جول ألمانيا تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 42 ألمانيا تسجل الهدف الثاني وبالتالي يعني في الشوط الأول الآن الهدف الثاني محاولة السعودية لكن فرحة ألمانية الآن أمامك وألمانيا تسجل لاحظ الكرة كانت من العمق تحولت في الجهة اليسرى بعد ذلك الكرة بهذا الشكل ما بين ولكن أنت الآن تريد الاستقرار نعم الاستقرار مهم ممكن 2 أو 3 نعم ممكن تغيير نعم. إذن شكرا لكم كابتن عادل حمد كابتن مبارك مصطفى أزف الوقت الشوط الثاني وتبديلات قادمة فعلا مع انطلاقة الشوط الثاني أعود لزميل العزيز يوسف سيف لمتابعة الشوط الثاني ألمانيا 2 السعودية لا شيء متابعة طيبة. الألمان من الجميع من محاولة لمصلحة المنتخب الألماني في كل مكان بحلوه ومره وبهدفين مقابل لا شيء وبأداء جيد هساوي بالخطأ والضربة الركنية الآن خطيرة أمام تحية محاولة المنتخب الألماني كرة تبدو خطيرة مولر الذي شارك في تسجيل الهدف الثاني لألمانيا يعني للمستمر خط الدفاع حارس المرمى لاعبي خط الوسط البداية إلى النهاية ما في مباريات كرة القدم لا تنتهي بالشوط لا تنتهي. وصلت الكرة في الجهة اليسرى المحاولة الألمانية عند فيرنر صاحب الهدف الأول فيرنر يحولها في الجهة اليسرى أخرى تقدم اللاعب البديل سولي وإلى الأمام منقولة وعبد الله المعيوف ينبرى حارس مرمى جيد يقدم مباراة جيدة تلعب أمام الألمان في الأراضي المدن التي تستضيف المباريات محاولة ألمانية في غاية الخطورة تمر إلى المنتخب الألماني تقدم كيميخ في اللقطة السابقة حول الكرة في الشوط الثاني لا شيء المنتخب السعودي كرة تحولت بهذا الشكل وبنتيجة 2-0 يعني المنتخب السعودي خسر 3-0 من فيرو التسديد الدوسري ويبقى أداء جيد مستمر للمنتخب السعودي سالم الدوسري يتخلص من مدافع ما عاد إلا الخير وأكما هني للمتتبعين في المونديال. وصلت الكرة لمصلحة المنتخب السعودي تير شتيغن الإطلالة الأولى لمهاجم المنتخب السعودي ولكن تسديد قبل ذلك كان لاعب البديل اللاعب التركي كرة إلى حارس المرمى كرة صعبة كما بعد يبتسمون مصر السعودي